الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى وبعد. فيحل علينا اليوم في درس العصر ضيفا كريما من المملكة العربية السعودية، وهو الاستشاري الجراح الدكتور خالد الجبير حفظه الله تعالى، وسيحدثنا عن مجالدة الشيطان، هو عنوان الدرس اليوم إن شاء الله. فليتفضل مشكورا مأجورا. The lecture will be translated into Arabic, so you can take the headset so you can listen to the live translation from Arabic to English. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم ذريتي وذرياتكم، يغفر لوالدي ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم أعني وإياكم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم قنا شر كل من فيه شر بما شئت، اللهم قنا شر كل من فيه شر بما شئت، اللهم قنا شر كل من فيه شر بما شئت. آمين 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 آمين. إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. والنضو يا أخوان هو الإجهاد، الإتعاب، الإهزال، القهر، سمه ما تسميه، إنما النضو هو أن تزعج الشيطان، تقلقه. فالسؤال، وهي مهمتي أنا وأنتم في هذه الحياة، لنا مهمتان: الأولى أن نعبد الله على بصيرة، الثانية أن نزعج الشيطان، بس ما عندنا غيرها ثانية. وإن كانت الثالثة، الأخ نظر إلي بنظرة قوية فذكرني، وهي أصل وأنا أنادي بها، وهو طلب الرزق والعمل على الاجتهاد في الدنيا كما نجتهد للآخرة، فإن هذه عبادة أيضا، لكن هذا ليس موضوعي اليوم. المهم، ما هو النضوء؟ كيف نمضي الشيطان؟ كيف نتعب الشيطان؟ بأمرين مهمين عظيمين. أما الأول، كل واحد مننا يعرف نقطة ضعفه، أين يدخل عليه الشيطان. الحل يسكرها. كنت ألقيت محاضرة خطبة في أحد مدن المملكة عن أكرمكم الله عن الزنا، فبعد المحاضرة بعد الخطبة في خارج المسجد جاءني رجل قال لي: يا دكتور، أنا عندما أخذ زوجتي للسوق وأختلط بالنساء وأنظر إلى مرأة أتواعد أنا وإياها بعيني وأقول لزوجتي: شوي وأتيك أخذ المرأة وأزني بها وأرجع. إذن ما الحل عند هذا الرجل؟ لا تنزل السوق، خلاص أنت تعرف نقطة ضعفك، لا تختلط بالنساء ولا تنزل السوق، خلاص. تقول لي: لا بنزل وبقاوم، ثم تأتي تقول: طيب أنا وقعت ثانية. ما ينفع. أحد الإخوان كان تاجر في مواد البناء، فيقول: قررت أني أغير التجارة دي، خشنة عمال وواحد يجيني ما ينفع،
خل غيرها إلى ملابس نسائية. فيقول غيرت النشاط كله إلى ملابس نسائية. بعد 3 سنين يا دكتور زنيت. عندما تعاملت من النساء ضعفت، مع أني كنت من صاحب المسجد. إذن ما الحل؟ ارجع مع العمال، حق قدرك ألا تسلم إلا على خشم، لأنك الناعم ما يمشي معك. فكل واحد منا لابد أن يعرف قدره. جاءني أخوان في جمعية خيرية في المملكة، طلبوا من محاسب، يعني من أشهر المحاسبين في المملكة، أن يستلم يصير هو مدير الحسابات عند الجمعية، فرفض. فجاءني قال اقنعه، جئته قلت يا أخي ليش؟ قال يا دكتور أعرف نفسي، أنا تحطني مع القرش أخرب، هذه أموال المسلمين، بكرة بستحلها بركب لكسس باسم والعاملين عليها، بعد كذا هذا مصروف من هنا، درجة أولى لي، ما أدري وش بعد، فنادق درجة أولى، ما ينفع. وألعب في فلوس المسلمين وأنا أدرى بنفسي، أنا ضعني مع كل شيء إلا مع فلوس، ما أنفع. فإذا عرف نفسه، أحد الأخوان لا يفتي للنساء ولا يكلمهم، قلت له يا أخي ليش أنت سكر؟ قال أنا أنفتن بالنساء، النص المجتمع ما به إلا المشايخ الباقين، المشايخ الخشنين معي، أنا لا ينفعني إلا الخشنين، البقية أدخل في مشاكل وزواجات وأشياء وأنا ما أقدر عليها. إذن من أعظم ما تتعب به الشيطان أن تعرف علتك فتسكرها عليه، انتهى. سواء في مال أو جاه أو نساء، هذه الفتن ما في غيرها، مال جاه فتن. واحد يحب يصير مدير، لكن إذا صار مدير يظلم، اقعد بيتك اقعد موظف. قابلني أحد من أميز ما قابلني وأذكى رجل، قابلني واحد من أهل جدة حفظهم الله، كنت ألقي محاضرة عن الغلو، ومن أعظم الغلو اللي هو التهاون في الدوام، ما يداوم. ليس الغلو بس أنك تأخذ شيء من المال العام، لكن الغلو أيضا خيانة ولي الأمر وتنقيص الدوام، بدل ما الدوام 8 ساعات تعطيه 2 ساعة، 6 ساعات ذي غلو، سرقة من بيت مال المسلمين. فكنت أتكلم عن هؤلاء الذين يذهبون الظهر يأتون بأبنائهم وبناتهم ثم لا يرجعون، إلى يستأذن 12 يروح يصلي يجيب عياله، بعدين ما بقى له ساعة ما يحتاج يرجع، فكل يوم أكله 3 ساعات من الدوام. فقلت أن المدير مسؤول، فجاءني بكل قوة بعد الصلاة قال يا دكتور أنا رئيس قسم في 22 واحد، 21 منهم يروحون، ما يبقى لي إلا واحد، يعني أنا أتحمل إثم 23 21؟ قلت نعم. أمنعهم؟ قال ما أقدر أمنعهم، لكن أنا أوريك. قلت شو بنسوي؟ بكرة أقدم استقالتي مدير، ما بي 1000 ريال من الإدارة ما أبغاها، أقعد موظف زيه ولا لي دعوة. فهذا من النضج، وهذا من باب التسكير على الشيطان. إذن يا أخوان، من أعظم ما نحارب به أنك لا تأتي في الفتنة بعدين تقول وقعت، ما في، وليس لك عذر. تعرف فتنتك انزع، فإن تعرضت للفتنة قدرا فوقعت لها مخرج آخر، لكنك تتعمد. واحد يقول أنا أختلط بالنساء أزني، خلاص ما تروح. لا وين أروح؟ كيف أكل أشرب؟ طيب غير، لا ما مرتاح هنا. إذن أنت السبب وأنت الذي أعطيت المدخل. فإذن أعظم ما يقهر الشيطان منا أن نعرف مدخله فنقفل عليه، ينخنق خنقة ما بعدها خنقة. أعجبني طبيب، ذهبت أنا وهو إلى نيويورك في مؤتمر طبي، قال لي لازم أسكن معك أنا وياك في غرفة واحدة. قلت ليش الأذية ذي يا أخي؟ الدولة معطتن كل واحد منا فلوسه يسكن حاله والأمر مريح، وش نبي بالتوفير؟
خلنا ننبسط كل واحد يقعد الحالة. قال لا، تبيني أروح معك المؤتمر ذا؟ لازم أنا وياك في غرفة واحدة يا ابن الحلال. قال أبدا هذا الكلام. قلت طيب تعلمني ليش؟ لأنك لست أنت بخيلا والفلوس عندك، يعني أنت لن تدفع من جيبك شيء، الدولة قائمة بال، فليش الأذية ذي؟ قال يا دكتور أنا طبعا قبل ما يأتي النت والعلوم هذا الكلام من 20 سنة، قال يا دكتور أنا إذا رحت لأوروبا أو أمريكا وجلست في أحد هذه الفنادق لا أأمن على نفسي أني أفتح الأفلام الجنسية، فلذا لابد أريت على نفسي ألا أذهب إلى هذه البلاد إلا بأمرين، يا زوجتي معي، يا رجل فاضل مثلك معي أستحي فيه، والباقي لا يمكن أذهب. ما لي لزوم أني أروح أذنب، ليش أذنب؟ عشان أحضر مؤتمر؟ لا. هذا هو الذكاء، وهذا هو الفطنة، وهذا هو مين؟ الكيس الفطن، المؤمن كيس فطن. إذن هذا أول باب، كل واحد منا يعرف نقطة ضعفه وهو مسؤول عنها يوم القيامة أن يقع فيها. إما أنك تربطني وترميني في البحر وتقول اسبح، هذا ضحك. فهذه أول نقطة. أعجبني أيضا شاب ألقيت محاضرة للنساء، في المهم خرج النساء هو راح يلف بي، قلت وين وليش اللفة ذي يا أخوي؟ بنروح من عند النساء وسط النساء. قال لا لا أخاف ننظر. قلت لا أنا بغض بصري. قال أنت غض بصرك. أنا ما غض بصري. فأعجبني، قال يا شيخ أنت غض بصرك، أنا ما غض بصري، أنا ليش أدخل في هذه الجحيم؟ فأعجبني فأردت أن أقبل رأسه فلم يعطني. هذا هو النضوج، هذا هو قهر الشيطان. قال أنت تغض بصرك. قلت له تعال نغض بصرنا عشان نأخذ أجر. قال أنت غض بصرك، أنا ماني بغض بصري، ما أقدر غض بصري. فهذا هو أول نقطة. أما النقطة وهذا نسميها نحن الأطباء إيش؟ الوقاية، والوقاية خير من العلاج. الآن في مرض في كورونا ولا سورونا ولا عرونا ولا إيبولا، تقول لا بروح هناك وبتوكل على الله العزيز المنان الكريم الرحمن أن وبغسل يدي وبأفعل اللي أستطيع وإن شاء الله ماني بميت. لا، نقول لك لا، مو أنت مخطئ، إن مت فأنت مسؤول عن نفسك. هذه أول نقطة. أما النقطة الثانية فهي أمر مهم وهو العلاج. الآن وقع الذنب، ما هو العلاج وكيف نزعج الشيطان؟ الحديث يقول إن المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره. خلي الشيطان يركض وراك، أنت اركض وخلي يركض وراك بيتعب. لأن أتظنون أن ربي لا إله إلا هو محمد صلى الله عليه وسلم تركون للشيطان لقمة صائغة؟ لا، سلحونا. لكن واحد قالوا له رح على حدود السعودية في الحرب هناك، أسأل الله ينصر أمة محمد عشان تحارب. يوم راح وصل ولا لا مع مسدسة ولا القنابل حقته ولا شيء، وش جايب؟ قال إن شاء الله احنا مستعملينها، احنا في امان، امور طيب. جاي الحرب ما تقول لي امان؟ قال هذا ان شاء الله مو بشايفيني. ما يصير، شو مو بشايفينك جاي شو تسوي؟ فلا بد، هذه الاسلحه اعطانا اياها ربي ووصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعمالها سيتعب الشيطان وينهكه اذا استعملناها كما يجب ان نستعملها. اول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك عند علي، قال رضي الله عنه، قال يا علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي للرسول صلى الله عليه وسلم ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت من أمر ربي، يذنب العبد الذنب فيقول أستغفر الله فيغفر له بسرعة. إذن أول ما نتعب به الشيطان وشو؟ أستغفر الله، من قلبك ينحرق يولول. ليس العيب أن أذنب، لكن المشكلة أن لا أتوب. إذا قلت استغفر الله من قلبك، عجيبة هذه، تهد جبالا عظيمة من الخطايا.
لذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. ما فيه القضية. لذا أستعجب من ناس يروح للسوق ينظر مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحداش واثناش، ثم يخرج من السوق كأنه جاي يصلي تراويح في هذا المسجد المبارك ولا كأنه شيء. فكيف سيواجه ربه؟ إذا ذهبت للسوق ووقعت عينك على منكر على طول ارجع، استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو، استغفر مرة مرتين ثلاث من قلبك تمحى بل تقلب حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلى صاحب القلم في الشمال اللي يكتب الخطايا ألا يكتب الخطيئة إلا بعد ست ساعات من وقوعها، فإن تاب عبدي فألقها وإن لم يتب فاثبتها بعد ست ساعات. وهذا تصديقا لآية سورة إيش؟ النساء، عندما قال ربي: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بسرعة. إذن أنا وأنت مدعوون، أنا وأنت لم نكلف بما لا نطيق. ما قال لي ربي لا تذنب، بل قال ربي: إذا ما تذنبون أجيب ناس يذنبون غيركم وأتوب عليهم. إنما قال ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعنا نستغفر. لذا الحسن البصري جاء رجل قال: يا إمام، أرأيت ذلك الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، ألا يستحي من ربه؟ قال: ذلك ما يريد الشيطان، لأن يقول للإنسان: أنت راك مهبول، تضحك على مين أنت؟ كل شوي ناظر حريم وقال استغفر الله، خلاص أنت ما فيك فائدة ولا عندك إرادة، خلاص. وبعدين هالذب ما مدخلك النار، أهم شيء القلب، قلبك سليم تدخل الجنة. فهذا من باب تدليس إبليس أنه ما يبغى استغفر الله. فلذا أول مرحلة إني أستغفر. المرحلة الثانية وهي أيضا قوية بعد الاستغفار، بعد أن أستغفر ماذا أعمل؟ ما عندكم ولا شاب في هذا إلا بعيدين هناك شباب صغار، أنت شاب؟ أنت من الشباب تعد مثلي؟ يعني أنت ما ضحكت على شبابك، لكن يوم قلت أنا شاب ضحكت عليك، الله يهديني وإياكم. لكن أنت إمام مؤذننا واللي داعينا وما نقدر نسألك، الإمام والمؤذن ما يسألون. هل حبيب هذا ولي نسأل عليه؟ أنا إيش كنت بسأل أصلا؟ ما هي السلاح الثاني بعد الاستغفار الذي نهلك به الشيطان؟ قلنا التوبة استغفار، هي التوبة الاستغفار. إذا قلت استغفر الله ولم تتب فهي إيش؟ دعاء. وإذا استغفرت وأنت في نية التوبة فهي توبة. لكن ما هو السلاح الثاني العظيم الذي عندنا بعد الاستغفار؟ أنت خربطت محاضرتي كلها، نسفتها، خلصتنا. السلام عليكم. لا، التي بعدها وهي مهمة، وإن كانت هذه أيضا مهمة، أهم من هذه. كنت في هيلبرون في ألمانيا في المسجد عندهم، فجاءني رجل قال: يا دكتور، أنا لي 28 سنة وأنا أدخن، وحاولت أبطل عجزت. جئت الإمام المسجد قلت له: ادعي لي يا شيخ. قال: ادعي لنفسك أنت، ايش علي منك أنا، راح ادعي لنفسك. فزعلت: ليش ما يدعي لي؟ قال: يا أخي أنت مش مسلم. قلت له، قال: توضى صل ركعتين وادعي لنفسك. يقول: فزعلت، رحت وضيت وصليت، وجيت صليت ركعتين أربع سجدات كأني منطرح بين يدي ربي أدعو. فخرجت بعد الركعتين، سلمت وخرجت، فعند الباب حطيت سجارة في فمي أريد أن أدخن، ولعتها، شفطت أول شفطة، فإذا برائحة خسيسة كريهة في فمي لم أشعر بها في حياتي
تقيأت ما في بطني وآخر علمي بالدخان. إذن ما بعد الاستغفار وشو؟ الدعاء. اسمع كلام ربي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في ربه في ثناء، يعني يقول في حديث سلمان الفارسي الصحيح: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرا. هذا في إيش؟ في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فلذا يا أخوان إذا أذنبنا نستغفر، بعد الاستغفار ارفع يدك يا رب، أو من غير ما ترفع يدك يا رب، إذا كان الوضع لا في سوق أو في مكان لا تريد أن ترفع فيه يدك فافتح قلبك وقل يا رب إنها تكون آخر مرة. إذا سجدت يا رب غض بصري عما حرمت، يا رب كف لساني عما يغضبك، يا رب احفظ سمعي من الأغاني أو من أي ذنب، يا رب بما تريد احفظ فرجي، احفظ ديني، احفظ مالي، احفظ رزقي، وهكذا. ادعو الله ليلا نهار أن تبتعد عن هذا الذنب ولن يخيبك ربي. الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم، السلاح الثالث والخطير أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال له: يا رسول الله فجرت، ليس هناك ساقطة ولا لاقطة إلا فعلتها. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها. إذن ما هي الثالثة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. أول ما تفعل ذنب استغفر، ادع الله ثم اعمل حسنة، اجعل الذنب مرتبط بحسنة، تصدق بريال موية، اشتر موية وعطها العامل النظافة اللي في السوق، تعال توض صار ركعتين هنا، سبح هلل، سبح 100 مرة، هلل 100 مرة، كبر 100 مرة، احمد 100 مرة، اذكر الله. المهم أن تتبعها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما فائدة أن تتبع السيئة بحسنة؟ جميل. إذا أنت واحد، وإذا جميلة، واحد من الأخوان في هايدلبرغ في ألمانيا كنت ألقي كلمة بهذا الخصوص في الليل، من بكرة شفت قلت له تعال نتغدى، قال أنا صايم، قلت ألحد تصوم؟ قال إيه، البارح الشيطان ضيع علي قيام الليل، قلت أجلده بصيام يوم. قلت جميلة. قال هم أنت قلت لنا كذا نضيق صدره؟ أنا خلاص أنا وياه، قلت له أنا ضيع علي شيء أبزيدك حسنة، أبقهرك. لا وبعدين قايل له أنا بعد إذا ضيعت علي مرة ثانية بعطيك يومين، اليوم اليوم هالمرة يوم، بكرة يومين. إذن هذا أعظم شيء. أحد الإخوان في الجبيل قابلني شاب قال: يا دكتور أنا سمعت شريطك، لماذا متى كيف، لماذا لماذا لا تتوب، وكيف تتوب ومتى تتوب؟ فسمعت فيه قصة طالب العلم الذي فاتته صلاة الفجر أسبوع، وفي اليوم الثامن حلف لو فاتها اليوم الثامن ليصلي 100 ركعة من بكرة، ففاتته فصلى 100 ركعة. فيقول لي طالب العلم: 3.5 سنين ما فاتني صلاة الفجر. فيقول: سمعت هذه، قلت بكرة بعد الأسبوعين لو فوتني الشيطان صلاة الفجر والله لأصلي مثل طالب العلم اللي في شريط بن جبير. يقول: نمت وأنا ناوي، يقول قبل الأذان الفجر بربع ساعة أقوم، أبي أتغطى، أبي عجز. كان واحد يقول لي: قم الله لا يوفق قم. يقول 4.5 أشهر أنا على الحال، قبل الأذان بربع أحد يقومني وأبغى أنام ما يجيني النوم، حتى أن المؤذن
طيب مثل الرجال قال يا ولدي أنت تجي بدري أبعطيك مفتاح المسجد عشان لو ما جيت أنا تفتح للناس وتأذن صلي. فيقول كلها بتهديد إبليس 100 ركعة خاف مني قال ذا مهبول مو بصاحي صحوه عشان ما يورطنا 100 ركعة. فالشيطان إذا رأى أنك عازم والنفس تصير تقلق لأن النفس ما تبي الانضباط النفس تبي الراحة شوي. فلذا واحد خلاص صار رابط شرطي عند النفس تذنبين في صيام تذنبين في الصلاة تذنبين في وضوء تذنبين في استغفار 100 مرة تذنبين في الصدقة. وهذا من أهم الأشياء. الأمر الثاني من كثر الحسنات الله يحميك فتبتعد عن المعصية. الثالثة عليك الثالثة لو مات ابن آدم وهو على هذا الذنب لرجحت حسناته بسيئاته. ذنب صغير وهو كل ما سوى الذنب أدب نفسه بصيام أو بقيام إذا بتصير أعمال كثيرة لو وزنت بهذه وهذه لرجحت الحسنات وذهب إلى الفردوس الأعلى. الأمر الرابع والأخير ما هو؟ السلاح الكيميائي الخطير نزل به آية أبكت الشيطان بكى منها. عشان لما نقولكم ينذي الشيطان يعني يتعب يقهره هذه الآية عندما نزلت بكى. يقول أنس فيما رضي الله عنه فيما يرويه عنه ابن كثير عندما نزلت هذه الآية بكى الشيطان. ما هي هذه الآية التي لو اتبعها المسلمون ما بقي مع الشيطان أحد في النار وأسأل الله لا يبقى مع أحد. ما هي هذه الآية؟ في آل عمران صفحة 67 على اليمين رابع آية هذه مين في آل عمران؟ آل عمران صفحة 67 ويجوز الغش. ها؟ رابع آية. لا 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 في النص. في نص أيضا في نص الصورة. ها؟ بالضبط. رابع آية في نص الصورة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بكى منها الشيطان وفسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في آية في حديث صحيح عند أبي داود يرويه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبي بكر فيقول ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه. جاءني رجل قال أدخن يا دكتور أنا أدخن 120 سيجارة 120 سيجارة 6 بكتات في اليوم. يقول إذا عيالي معي وشدوا علي 4 بكتات لكن في الغالب 6 بكتات أبي أتوب تعبت من الدخان. قلت له بعد كل سيجارة تتوضأ وصلي ركعتين. ناظرني كذا فتح عين سكر عين قال هذا بن جبير مهبول يبيني أتوضأ 120 مرة ويبيني أصلي 240 ركعة مهبول. أنا ماني مداوم ماني ماكل ماني بشارب بس ما قال أتوضأ وصلي جميل يوم يومين معقول لكن بقى طول عمري كذا ما يسمع. فوجدت في وجهه
صده كذا، ثم فتح الله على قلبه. لأن سبحان الله ابن آدم إذا فتح الله على قلبه انفرج وجهه. تشوف بعض الناس لو تدعوه في الليل والنهار تقعد معه 3 أيام ومقفل وجهه، ما يمكن. لكن إذا فتح الوجه اعرف أن القلب انفتح، فصب ما تريد واخرج، يعني هذا منتهي بيسلك. المهم فتح الله على قلبه تغير وجهه. قال أبو محمد؟ قلت نعم. قال مدها؟ قلت شدها. فسلم علي بقوة فقال: والذي لا إله إلا هو لن أدخن اليوم بعد اليوم سجارة واحدة إلا قوم أتوضأ وصلي ركعتين. قلت له أفلحت إن عزمت. راح بعد 3 أيام قابلته: يا أبو طارق وش سويت؟ قال: يا أبو محمد هن 10 سجائر ذاك اليوم ب10 تسليمات، آخر علمي بالدخان انتهى. انت كرهت الدخان والمدخنين وريحته وكل شيء. شاب من قطر العام في رمضان صليت بجانبه في قطر في الدوحة، قال لي: أنت خالد جبير؟ قلت نعم. قال: سمعت لك شريط من 3 أشهر اسمه طعنة سيجارة، تقول أن الذي يريد أن يبطل دخان يتوضأ ويصلي ركعتين بعد كل سيجارة. وعدت نفسي أني أسويه، دخنت، رحت وضيت، خرجت من الحمام يا دكتور كاره الدخان، رميت بكتي في زبالة الحمام. قلت ليش؟ قال: يا أخي ما أدري شيء. قال لي: لا تصلي ولا شيء، الدخان ذا تركه بس تركنا من الصلاة. قلت: هذا الشيطان لما رأى أنك عازم قال: ما في داعي ندخل معه في صلاة، هذا الرجال عازم بيأذينا بالصلاة اتركه. أحد رواج مروجي المخدرات في الرياض في المملكة، زرت مدينتهم وهي مدينة كبيرة فوجدته، قال لي: يا دكتور من أنا بطلت الدخان، أنا كنت أكبر مروج المخدرات، تبت وانضبطت وش ما تشوف لحية طويلة بس إني أدخن، وأنا أخشى عند الناس لحية وش كبرها وقاعد أدخن، أجي عند الطيبين ذولا اللي في الصف الأول يشمون ريحتي وكل واحد يتأفف مني، تعبت. قلت له: الأمر بسيط. قال: بسيط وين؟ عجزت أنا الحشيش والمخدرات تركته، وذا الدخان عجزت أتركه. قلت له: بعد كل سيجارة تتوضأ وتصلي ركعتين بس تعزم. قال: ما أشبك 2-3 مع بعض؟ قلت له: ما في دين ولا شيء، كل سيجارة بوضوء ركعتين. قال: طيب. شفته في آخر يوم لي في مدينتهم، قلت: سويت؟ يضحك. قال: يا دكتور شريت بكتين جديد ذاك اليوم حطيته في مخباتي وطلع السيجارة وولع، وإذا أطلع السيجارة حطها في فمي، وإذا جيت أولع فيه شيء ورا يقول: وراك وضوء، وراك سيجارة وراك صلاة دخلها، الله يوفق، دخلها دخل ودخل. من غير أطلع طلع السيجارة حطها في فمي، إذا جيت أولع جاء واحد ذكرني بالوضوء والصلاة ودخل. 3 أيام لين نشف البكت ورميته وخلاص طلع من قلبي. بس ما ادري من اللي يقول لي يذكرني. قلت: هذا الشيطان يذكرك يقول لك هون. فالقضيه اذا عزمت الشيطان يخاف. قصتان اختم بهما. كنت في تبوك، واذا كان احد من اهل تبوك الحمد لله ما اعتقد ان احد، ان كان هالرجال هو من اهل تبوك اشك فيه، المهم يسامحني. المهم كنت في تبوك وانا في 5 ابتدائي، فأول ما رحت أدرس أول يوم بعد ما طلعت جاني واحد قال لي تعال. رحت يوم وقفت عنده صقعني كف، فسكت أنا مؤدب. رحت: من بكرة تعال. وحبيب أنا ما أقول لا، جيت عنده سكف. قلت: يمكن 3 أيام الضيافة حقتهم الديرة دي. رحت ثالث يوم الاثنين وجينك طاع كف. المهم قاعد ادور عشان يبرد الكف عشان امي ما تقول من اللي ضارك، لاني كنت ابيض وكل شيء يبين فيه طقه تبين. المهم راح السبت، راح الاسبوع ذا كله وانا مغير انضرب. جينا في الاسبوع الثاني قلت ان شاء الله بينسى،
يوم السبت وجه طع السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة كنا ندرس الخميس ذيك الأيام مو زيكم الآن صرتوا حبيبين حتى الخميس ندرسه فاليوم الخميس رايح أنا قال وجهي يوم وصلت عنده هو توه بيرفع يده وأنا أرفع يدي وأعطيه كف أنا قبل قال ليش قلت بص يلا أمس قال إيش فيك أنت اليوم قلت له كله تبين يعطيك ثاني قال لا 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 خلاص خلاص يرش قلت أثرين أنا خبل أثريهم هو بقوي أنا الضعيف ما تغيرت أنا هو أنا خادج بير وذاك هو أنحاش أعطيت الكف قلت تبي ثاني قال لا وراح فعلمت قاعدة عامة اهجم لا تدافع اهجم لا تدافع فلذا مع الشيطان اهجم لا تدافع لا تقول يا والله يا أخي هالبليس إبليس وإبليس إبليس ترى خبل لو مو بخبل ما طلع من الجنة صح ولا لا شيخنا فكيف تتبع خبل وبعدين ضعيف أضعف منه ما فيه إذا شافك معزم قال اتركوه أبا أعطيكم قصة ثانية لأن الوقت ما زال يعني قصة ثانية مع الشيطان أيضا كنت في الكويت وكان أيام عندي شغل أجي عشر بالليل فأجي عشر أنا منهد خالص وكانت أيام حصار غزة فقلت إيش إذا جيت أفتح التلفزيون أشوف وش الأخبار وش غزة وش صار عليهم وش ذا اليهود وش سووا المهم وأتعشى وأنا قاعد التلفزيون بعدين تسحب إلى واحدة ونص ثنتين من غير أطمر من محطة لمحطة لمحطة إلى ما وصل ثنتين أقوم الفجر وأنا يا الله أقل راسي أطقني جدار من هنا وجدار من هنا ثاني يوم قلت خلاص ما عندي التلفزيون ذا ماني فاتح فتحته ثالث يوم التلفزيون ذا ماني فاتح فتحته رابع يوم قلت والله العظيم من فتحته لا أتوضى وصلي ركعتين أنا أقول للناس صلوا وأنسى عن نفسي وأجي وأحط عشاي أطلب العشاء يوم جاء بفتحه قال لي الشيطان إيش تبي الأخبار واحدة الأخبار واحدة أنت شايف الأخبار أمس اقعد ثلاثة أسابيع ما يحتاج ما تغير أخبار العرب إيه قلت طيب ودي أفتح قال أقول لك قلت نعم قال شل الأسلاك حق التلفون من التلفزيون من ورا شلها قلت بس هذا حق الفندق يقول كش عليك منهم أنتم بيجيبون المهندس حقهم يصلحونه قلت أشيلها كذا قال شلها ورماناك قلت طيب يوم شلتها قعدت قال لا ما يكفي قلت شو بيسوي بعد قال شفت التلفزيون هذا قبل ما يجي البلازما قال دوره حط وجهه هناك على الجدار وحط ظهره لك قلت بس اخرب يقول ذا مهبول لعب في تلفزيون قال اقول لك سو كذا اخاف انك تشوف الشاشه وان تاكل تنسى تطق قلت طيب شايل اللي قال تقوم وتدخلها شيل اقلب واقلب يوم قمت الصباح من بكره تعجبت من ذا اللي قال ذا التلفزيون فالشيطان مزعج بس إذا شافك جايين عليه قال لا 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 تلعب معه أما القصة الأخيرة الإنسان إذا أصر على الذنب من أعظم الذنوب أن تصر على الذنب ليس المشكلة أن تذنب لكن المشكلة والطامة الكبرى أن تصر على هذا الذنب كان عندي مريض في 6/8/1406 يعني من 30 سنة تقريبا بالضبط 30 سنة وشهر يوم السبت بعد صلاة المغرب كنت قاعد في المستشفى أنا مناوب قاعد في مسجد المستشفى اتصل بي الممرض قال لي إنما المريض الفلاني تعطل المغذي الذي في يده اليمنى نريدك أن تضعه في يده اليسرى فجئته هذا المريض له عندنا 6 أيام 6 أشهر أقصد 5 أشهر
يكلمني وأكلمك كما أكلمكم الآن. والشهر الأخير أغمي عليه تماما، لا يحرك ساكنا، يؤكل ويشرب من أنفه بالأنبوب. جيت أخذت يدي اليسرى أبحث له في عرق، هو مغمى عليه، ففاجأني قال لي مين؟ قلت خالد. قال الدكتور خالد؟ قلت نعم. قال شو تسوي؟ قلت أدور لك عرق أحط مغذي. قال أنا ميت. قلت له لا ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني ونظرت إليه ثواني حتى خرجت روحه. تذكرت حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي عند مسلم مختصره أن ابن آدم لن يخرج من هذه الدنيا إلا بأمرين يأخذ النتيجة قبل أن تخرج روحه: إما أن يرى ملائكة الرحمة ويرى موقعه في الجنة، أو يرى ملائكة العذاب ويرى موقعه في النار. وهذا الرجل الذي رأيته، لا أقول قيل لكن يقول سمعت، ورأيت ثلاثة ممن رأوا مواقعهم في الجنة ونطقوا الشهادة ثم خرجت أرواحهم. وبالأمس أحد الإخوان مرسل لي فيديو لأحد المجاهدين وهو يحتضر ويقول لمن حواليه: يا ليتكم ترون ما أرى، أرى الجنان، أرى الجنان، أرى جنة عرضها السماوات والأرض، يا ليتكم ترون ما أرى، يا ليتكم ترون ما أرى، حتى استشهد وخرجت روحه بالفيديو مصورينه، ما أعرف أين، لكن شكله من نطقته سوري، بس قد يكون في سوريا قد يكون في مكان آخر ما أدري. المهم لكن أظن في سوريا لأن الكلام السوري واللي يصور سوري لهجته، يعني لهجته. فابن آدم لا بد أن يرى هذا الرجل. ما ذنبه؟ ذنبه يا أخواني أنه مصر على ذنب، ليس أنه مذنب، مصر على ذنب. خمسة أشهر آتيك كل يوم، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، ستة أيام في الأسبوع أسأل السؤال واحد ويجيبني جوابا واحد. أسأل أقول له: يا خال صليت الفجر في وقتها؟ فيرد علي: لا لا لا، هالحين بقوم أصلي. ما شهدت عليه يوما واحدا أنه صلى الفجر في وقتها. فمات على هذا ما ترون. إخواني، الإصرار على الذنب مع هذه الحزمة العظيمة من الأسلحة، هذا معنى أن المؤمن يعني قاصدا مستقصدا ألا يتوب. ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أعطونا هذه، هل هي صعبة؟ بل قالوا لنا: لا تروحون للفتنة، وإذا رحتوا توبوا. ايش يبغى أكثر من كذا؟ يعني قالوا إذا أخطأت ورحت لمكان الفتنة وانفتنت تب، قل استغفر الله، قل استغفر الله من قلبك، ادعو الله أنها تكون آخر مرة، افعل حسنة، أي نوع من أنواع الحسنة. وإذا لازمك الذنب كان متكرر وعاجزت أن تتركه، توضأ وصل ركعتين بعد كل ذنب، مرتين ثلاث أربع خمس، سينتهي. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم، من هم من الحاضرين بهذه الأربع، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا أرحم الراحمين، من هم بهذه الأربع إذا أذنب سيستغفر قبل أن يرتد إليه طرفه، سيدعو الله أن تكون آخر مرة، وفي كل سجود سيدعو الله أن يحفظ بصره أو سمعه أو لسانه عما يغضب الله أو أي شيء أذنب به. الثالثة سيتبعها بحسنة، أي حسنة صغيرة أم كبيرة. الرابعة إن استمر على ذنبه ولازمه الذنب
سيتوضا ويصلي ركعتين بعد كل ذنب له. اللهم من هم بهذه الاربع ووضعها في حسبانه وعاهد نفسه ان يعملها، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم لا تخرجني واياه من هذه الابواب الا وقد اخرجتنا من ذنوبنا كلها وهمومنا كلها واحزاننا كلها وامراضنا كلها وديوننا كلها. اللهم يا ربي ونظرت إلينا نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم يا ربي يا كريم وجعلتني والحاضرين ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم تولهم، اللهم يسر أمورهم. اللهم يا ربي من هم بهذا ارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، اعني ذكره، تقبل منه هذا الشهر وعنه عليه وتوله فيه، واجعل ما تعلمه وما تاب منه من ذنوب يثبت عليها إلى أن يلقاك ولا ذنب له. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.